الناس الوطن مزيان وحنا الله نشكرنا ملي زال ما زال حيين ونشوفوا كل شيء هاد العامة الله يجازيهم بخير الحمد لله. في إحياء حماسي وفخر بتاريخها الوطني احتفل أسر وأبناء المقاومة وجيش التحرير بمدينة قليميم بذكرى انطلاق عملية جيش التحرير بجنوب المغرب الشريف صباح اليوم بمقر جهة قليميم وادنون. هذا الحدث الرمزي يبرز ولاءهم وإخلاصهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد حضر هذا الاجتماع السيد والي جهة قليميم وادنون والوفد المرافق له والمندوب السامي لقدماء المحاربين وجيش التحرير مصطفى الكثيري. مع تحديد وإحياء ذكرى 190 لانطلاق العملية الأولى لجيش التحرير الباسل واللي كانت القاعدة الخلفية ديالو هي مدينة قليميم. مدينة قليميم كانت هي المقر ديال القيادة العليا لجيش التحرير وقد برهن جيش التحرير بأبطاله وطلائعه عن إيمان عميق وصمود كبير من أجل مواصلة الكفاح الوطني لاسترجاع ما تبقى من الأقاليم الجنوبية المغتصبة برورا واستجابة للنداء الملكي السامي اللي وجهه جلالة مغفور له محمد الخامس من مدينة من محمد الغزلان في 26 فبراير 1958 واللي أعلن فيه عن مواصلة الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. فجيش التحرير بأقاليمنا الجنوبية ومن منطلق يعني حرصه على إجلاء آخر جندي أجنبي عليها عمل وصمد وجاهد وكافح وكان واحد الالتحام وثيق وترابط متين ما بين أبناء الأقاليم الجنوبية الصحراوية وما بين كل الذين وفدوا من جهات أخرى من المنطقة من الوطن واللي جميعا يعني كافحوا ناضلوا وحققوا واحد العدد ديال الانتصارات في المعارك البطولية اللي هي جرات واللي عددها بالعشرات ديال المعارك اللي كانت عبر تراب ديال الأقاليم الجنوبية. احنا اليوم لما كنحيوا الذكرى فمن الواجب علينا ومن مسؤوليتنا باش اننا نعملوا على تعميم وترويج الثقافه ديال الذاكره التاريخيه الوطنيه والمحليه بكل روافدها وباش نوصلوها للاجيال الجديده اجيال اليوم والغد باش تقوى فيها الروح الوطنيه حب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهويه المغربيه وباش كذلك تستلهم هذه المنظومه ديال القيام اللي هي كانت من صنع السلف الصالح الجيل الاول والراعي الاول ديال المجاهدين والمقاومين والمكافحين من ابناء هذه الربوع. وكانت هذه المناسبه طبعا كما جرت العاده هي لتكريم 10 قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير منهم 7 متوفون رحمهم الله ومنهم 3 احياء طال الله اعمارهم واعمار الجميع. وايضا الى جانب هذا التكريم الرمزي والمعنوي كان كذلك تكريم مادي في حق كل الذين تقدموا بطلبات وملتمسات من اجل دعمهم. وحنا في المندوبيه الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير نحرص دائما على الاستجابه والتلبيه ديال كل هذه الطلبات سواء للارامل اللي هما قبل الازواج ديالهم وعندهم الحق في واجب العزاء او كذلك الشباب ديال المقاومه بنات وابناء اللي بادروا الى احداث مشاريع وخصنا ندعموهم المشاريع ديالهم الذاتيه او الاسعاف الاجتماعي اللي كنقدموه لذوي العوز الاجتماعي والعسر المادي. وطبعا الاجواء كانت اجواء طافحه بالجلال والخشوع والابتهال والاكبار ديال الساكنه ديال مدينه قليميم اللي عودتنا دائما على انخراطها تام ولا مشروط في مثل هذه المناسبات الوطنيه اللي هي من اعز ما يمكن ان نفخر به و
ان نتيمن به ان شاء الله واش نواصلوا المسيره ديال الجهاد الاكبر بعد الجهاد الاصغر، ونواصلوا المسيره ديال التنميه الشامله والمستدامه حتى القياده الحكيمه. الاشراف من الوالي جهاد قميم وادنون والمندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، تم توقيع الاتفاقيه الشراكه بين الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين وبين المندوبيه الجهويه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، تهم الاهتمام بالموروث الثقافي والتاريخي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، والتعريف للاجيال الجديده بكل ما تم في به من طرف المقاومين وتعزيز الذاكره التاريخيه والتعريف بها. بالتالي هذه المبادره هذه تاتي في اطار البروتوكول الذي تم توقيعه سابقا بين وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه والمندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، في اطار انخراط الوزاره للتعريف بالمورود الثقافي والتاريخي للمملكه المغربيه. وبتنظيم من المندوبية السامية لقدماء المحاربين وجيش التحرير، تم تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بينهم 7 متوفون و3 مقاومين أحياء أطال الله في عمرهم. تم أيضا تكريم مالي للذين تقدموا بطلبات دعم للمندوبية، حيث استفادت أرامل وأبناء المقاومين من هذا الدعم لدعم مشاريعهم أو تلبية احتياجات الاجتماعية. وفي الختام رفعت الجموع الدعاء ترحما على أرواح المقاومين ومحاربي جيش التحرير الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل الدفاع عن تراب الوطن. يظل هذا التكريم خطوة نحو الاحتفاء بتاريخ وتضحيات الأبطال الذين ساهموا في بناء وحماية الوطن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.